that, you know, under the Iraqi constitution, the displaced. زرت أغلب المكانات اللي تحدثت عنها وتحدثت مع أغلب السلطات المحلية بهذه المواضيع. حسب يكفل الدستور العراقي الحق للعراقيين بالعودة إلى مكاناتهم الأصلية أو الاستقرار داخل العراق كمواطنين عراقيين في أي مكان، وهذا هو أيضا وهذا الحق أيضا مكفول من قبل القانون الدولي الإنساني. نأمل أن تكون العودة إذا ما تمت أن تكون عودة طوعية ومحترمة بالنسبة للعوائل النازحة، وأن يكون قرار العودة قرار العائلة النازحة نفسها يكون طوعي وبدون ضغط وبدون تمييز.